أكد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إبراهيم الهنيدي في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تغيير كامل. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي أن الحوار الوطني يجمع كل أطياف المجتمع المصري ويمثل كتلة كبيرة للأحزاب السياسية. الحوار الوطني بيجمع جميع أطياف المجتمع المصري، ففي يمثل تقريبا يعني كتلة كبيرة من الأحزاب المصرية. طبيعي أن يكون لكل منهم وجهات نظر قد تكون مختلفة، قد تتوافق، قد يختلفوا في حاجة، اتفقوا في حاجة تانية. إنما الحقيقة أنه معظم الناس، نقدر نقول معظم المتحدثين، كانوا بيتكلموا على أن أنهم القانون محتاج، قانون الأحزاب محتاج تعديل. بعضهم وصل إلى مرحلة أنه لا، مش محتاج تعديل فقط، ولكن محتاج إعادة إصدار قانون جديد. الحقيقة يعني أنا ممكن من وجهة نظري وعلى حسب ما سمعت من معظم الحاضرين أنه القانون مش محتاج تغيير شامل، لأن أنا ألغي القانون بالكامل.